عمري ما طفت وانا في السعوديه، يعني في الكعبه اقصد او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني دعيت اني ما اشتغلش او اعتزل، لا ما كنتش هبقى صادقه. مديحة محفوظ أحمد حمدي، فنانة بما تحمل الكلمة من معنى، حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية. لمعت في الإذاعة في الستينات، ثم تألقت في المسرح، وظهرت أول مرة في مسرحية السكرتير الفني مع الراحل العظيم فؤاد المهندس. تعالوا مورد إن شاء الله. الله، يا سلام يا أستاذ، يا حلاوة ألفاظك، إيه البلاغة دي كلها؟ وبتعرف تسبك المعاني الحلوة دي إزاي؟ ذهبت إلى الشاشة الصغيرة لتبدأ مرحلة جديدة من التألق، حيث قدمت مجموعة مسلسلات منها الدغري 90 وعائلة الدغري، ومن أهم أفلامها عائلات محترمة، روعة الحب، معسكر البنات، مدرس خصوصي. مديحة حمزي قصة كبيرة لفنانة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحلو بس، ومعانا النهاردة الحلو كله، عشان معانا فنانة تركت بصمة في تاريخ الدراما المصرية، والنهاردة يعني هي مشرفونا ولازم نرحب بيها دلوقتي. أهلا بحضرتك. صباح الخير. اللي تقصده بالحلو بس انتوا اللي لا صباح لا الخير والله انت حضرتك الحلو كله لا الحلو بس ينطبخ كل حاجة حلوة هنا حضرتك الحلو كله ربنا يخليكوا. أهلا وسهلا. أنا كان المفروض كنت أبقى معاكم الحلقة الأولى، بس كان عندي ظروف، كنت في اسكندرية بعرض مسرحية حارة الحب، فالنهارده الثانيه يبقى برضه ان شاء الله وشنا حلو عليكم ان شاء الله. حضرتك منورانا، وبنشكر حضرتك برضه ان وافقتي ولبيتي الدعوه في برنامجنا. يا نهار ابيض، طبعا ان شاء الله. يعني والله انا قابلتها من المنطلقين بصراحه، يعني انه عيب ان يكونوا في شباب حلوين كده بيبتدوا وعاوزين يتالقوا وعاوزين يصعدوا اكتر واكتر، لانه هي بتقولك ايه، لو مدام لو قدامت لغيرنا ما وصلت الينا. أيوة. كلنا بنمر بالمراحل دي، فبنبقى محتاجين للي عندهم تجربه شويه، عندهم رصيد شويه، ان احنا ايه نبقى قريبين من بعض وناخد وندي مع بعض. فده كان اول حماس ليا. ثانيا قناه الصحه والجمال، برضو من القنوات الجميله المحترمه اللي الواحد بيشاهدها. الحاجه الثالثه ان انتوا خليتوني اصحى بدري قوي والرزق في البكور فحواسي، بس استحملوا شويه لا 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 بالعكس، هذه مش حلوه خالص. لا حضرتك جميله في كل الاحوال، سواء الصبح بالليل في كل الله يحضرتك الحلو كله النهارده. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا عندي حاجات حلوه كتير بس ما بوريهاش اشخاص في حياتي، اولادي، احفادي، احبابي، ربنا يخليهم لك، بخبيهم واهلي كده ربنا يخليهم لك. حضرتك احنا لاحظنا بقى الجانب الانساني كمان في الفنان، دايما الفنان كده المتميز الرائع بيبقى فيه الجانب الانساني الحسي ده، فحضرتك ممكن تقول لنا ايه دور الفنان في المجتمع؟ حاضر، انا هجاوبك 100%، بس اسمحوا لي نصلح شويه حاجات في ولا ايه رايك؟ لا طبعا، في التقرير فعلا كان في اغلاط. يعني بفضل لما بطلع في لقاءات فما ينفعش ايه لقاء يقول حاجه ولقاء تاني. طبعا هو اصلا على الفيسبوك في معلومات غلط. انا مش خريجه معهد فنون مسرحيه، انا كان ليا الشرف اني اكون خريجه المعهد. انا خريجه كليه تجاره جامعه عين شمس، اداره اعمال، بكالوريوس تجاره. طبعا هم انا جده دلوقتي، بس كمان مستعجلين عليا، حاطين ارقام كده دمها خفيف، بس كويس ان انا كده او كده. لا مش بس يا ستي، برضو انا ما ابتديتش اذاعه وبعدين رحت المسرح. احنا اصلا المسرح فرق مصالح التلفزيون كان كونها الاستاذ سيد بدير في منتصف الستينات كده تقريبا، و يعني انا دخلت من الدفعه الاخيره. كنا شرط الدخول في الفرق دي يعني حد ادنى انه يكون حاصل على ثانويه عامه. احنا كنا في اولى جامعه مجموعه كبيره من زمايلي زي عادل امام وصلاح السعد، يعني مع حفظ الالقاب طبعا للجميع. كان معانا بقى من المعهد محمد وفي، اشرف عبد الغفور، انعام سلوسه، يعني برضه سير مرشدي كانت كوكبه. كوكبه كبيره يعني من الفنانين العظام. من بدايتنا ده كان معمول مسرح
المشروع اصلا مسرح يغذي التلفزيون. يعني بنعرض كل شهر مسرحيه ونيجي في اخر اسبوع تتصور. او ساعات الخطه تبقى محطوطه ازاي، نروح المحافظات والمراكز الرئيسيه وكده نعرض. كنا بننزل لكل القطاعات. دي كانت خطه الاستاذ سيد، انه نشر الثقافه على مستوى زي ما بنحاول ان شاء الله مع سياده الوزيره دلوقتي، انه يبقى في ثقافه. لو عارفين الدكتوره ايناس عبد الدين، تبقى الثقافه في انحاء الجمهوريه، ما تبقاش بس يعني منصبه في قلب العاصمه. لازم يوصل لكل الجمهوريه. بالظبط كده. وبالتالي من البدايه المسرحيه دي شافونا بقى المخرجين، كان في شيء جميل جدا انه اي مخرجين من الزمن ده يعني او مؤلفين لما يشوفوا في مسرحيه او فيلم في وجوه جديده كانوا يروحوا يتفرجوا. عشان مش مجرد ترشيحات، ما انا هرشح لك مزيحه بس هو مش عارف مزيحه دي يعني بيجي يشوفها. مهما كنت امثل شكل او صوت غير الاداء. بيجي يشوف الاداء بنفسه. بالظبط. فابتدينا بقى نطلع، رشحني زميلي الاستاذ او الحاج رشوان توفيق. طبعا الفنان القدير طبعا ابراهيم السعد. من كده عملت اول مسلسل اذاعي كان في الشرق الاوسط اسمه الارمله العذراء. كان تاليف الاستاذ زكريا الحكاوي واخراج الاستاذ سليم البحتيتي. ده عمل جو، كان البطل ما انا او انا كنت مع الاستاذ محمود المليجي. وسعيد صالح كان نجم طالع طايح في المسرح. ايوه صح، في الوقت فعلا. عمل جو لينا كلنا بشكل رهيب يعني ما تصوريش. برضه لما نرجع بالسنين اللي ورا ما كانش في كل الفضائيات دي. ما كانش كميه القنوات دي طبعا. او ثلاثه قناتين. الرؤيه. الاذاعه برنامج العام بنستنى بقى. بنقعد نستنى يعني بالاسبوع. كان في حاجات كده يعني في الاذاعه تمثيليه 5 وربع، في التلفزيون مسلسل الساعه 7. كده ايوه كانت الناس بتستنى كده. انا بس اسفه يعني، انا هي بالنسبه لي انا اني لازم حرام انتم منظومين كده، لازم هم بيتصلوا بيا لان انا عارفه الاغلاط، كنت انا اللي نبهتكم فانا بعتذر. لا لا احنا اللي بنعتذر. حضرتك منوره. احنا اللي بنعتذر على الاخطاء دي الغير مقصوده. الدراما الدينيه كان ليها دور في ان حضرتك تلبسي الحجاب؟ سؤال من فجأة كده بس هجاوبك عليه. تمام. لا شوفي هقول لحضرتك حاجة، هو أنا ما لبستوش فجأة، بس يا مش عايزة أقول كلام كبير يعني. أنا من الأسر المتوسطة المتدينة اللي بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويعملوا يعني الحاجات الفروض والسنن، ويوم الجمعة يكون في حد بيحفظنا قرآن ويقرأ ونولع بخور. كان في أعباق الطبقة المتوسطة الجميل ده، فأصلا ما كانش مفاجئ بالنسبة لي. بعد كده بصيت لقيت الحمد لله رب العالمين العشرين سنة الأخرانيين كل ما يجي لي سكريبت أو استدعى يمكن ده بسبب اللغة العربية. والشكل العربية. الشرقي. فعلا. مش عايزين نتكلم عن الصوت دلوقتي. الصوت. ليه؟ لا الصوت جميل جميل جدا. ما فيش أجمل منه. مش سريعة أصلا ما نمتش والله. لا. كل حد يجي بيقول معلش سامحوني أصل ما نمتش النهارده بس أنا والله لا لا بالعكس بالعكس والله صوت حلو جدا. لازم أقوم بدري بقى. ما علينا يا ستي، كنا بنقول إيه؟ آخر حاجة أنا قلتها إيه؟ الحجاب والدراما الدينية. فبصيت لقيت حضرتك إيه؟ كل عمالة أستدعى يعني أسماء الله الحسنى. الليالي المحمدية، المسلسل الديني الرئيسي كل رمضان، القطاع الخاص، صوت القاهرة، حتى برامج الأطفال باللغة العربية سواء مودرن أو تاريخي أو ديني أو فانتازيا أو أي حاجة يعني. فبقيت ألبس الطرحة جوه وألحى وأنا خايفة يعني. فشوية بقى من كتر بفضل سبحانه وتعالى أولا يعني إنه ما كنت بحفظ احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير ايات قرانيه. لازم ارجع للتفسير عشان اعرف ابقى فاهمه المعنى يعني. ايوه تمام. ابسط حاجه في الاداء واهمها انك تفهمي اللي هتقوليه. فلقيت نفسي بخش برفق كده يعني، ادخلوا على دينكم برفق فعلا. بخش لحد يعني قلت هو انا ايه يعني، ملابسي ابتدت تبقى لكم حتى الرجل الساق يبقى تغير الزي. فبصيت لقيت نفسي خلاص هي
وكان في الوقت ده زوجي رحمه الله كان ضابط شرطه وكده، كان بيطلع كتير مع الجوازات، فكان ربنا بيسهل لي برضو بصراحه يعني بفضل الله. هو كله يعني من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اروح عمرات كتير ما شاء الله، احج كذا مره، كل الحاجات دي الروحانيات الجميله دي بتدخل بتدخل في مسامي الجسم، بتدخل في العقل، بتدخل في الوجدان، في القلب، في التصرفات، في السلوك. فجيت بقى يوم 22 رمضان 1992 قبل الزلزال، انا ما حجتش عشان الزلزال. ايوه افتكرت الزلزال. ايوه فاكره ساعه الزلزال، ايوه في جت. ايوه فانا كل همي بدور على طرحه الصلاه، انا فاكره يعني تمام ده الموضوع. فيا ستي المساله جت كده يعني خطوه بخطوه، وبتحصل لناس كتير 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 ان هو بيكون بيحضر مثلا جلستين مع دعاء وسطيين، او حافظ القران الكريم بيقرا التفاسير، طبعا عشق سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام واحاديثه والسيره النبويه، كل حد ده شحن بطاريه، بطاريه طبعًا انسانيه طبعًا بقى انسانيه. فجه بسيط قوي بالنسبه طيب لي، كان عندي شرط من زوجي يعني بقى متاكده ان شاء الله، هو كان معايا يعني وعارف تطورات اللبس والمعنى والحركه وكل ده، فقال لي بس انا زي ما انت لو واثقه خلاص، بس في انا ليا شرط ايه بقى؟ البسي مش بقى خلاص، عشان ده هيسوقي انا وعيلتك واولادك. هو عموما اي قرار بصراحه بيبقى خلاص الاخير، مع ان انا ساعات اتسرع، انا بعد اي حد بتسرع. طب عايزه اسال حضرتك، هل يعني الحجاب حصر حضرتك في ادوار محدده وخلاك تبتعد عن الوسط الفني؟ هما السؤال ده هيمشي جزئين. اه حصرني في ادوار معينه 50%. ليه؟ مثلا اكون في مسلسل والسيد المخرج وهو بيعمل حركه، انا في المشهد انا وزوجي او انا وبناتي او ابنائي او اي حد محرم بالنسبه لي، فانا قاعده بيقول لي طب انا يعني ازاي؟ ايه مبرر انك؟ فانا اعمل بقى بتاع لبن ده على باب الجرايد وطالبين السوبر ماركت اي حاجه عامل في البيت يعني كده، بحيث يبقى في مبرر برضه بتاخد يعني شويه نلاقي مبرر يعني. ده يعني بنسبه 50% بس مش اكتر. لكن مثلا في كل الادوار اللي انا عملتها في الفتره الاخيره دي، كان فيها زي الصعيدي الجواني وحارس الدنيا الصعيدي، حضره المتهم ابي مثلا بنت بلد، يعني مش في مجال حصر اعمالي، بس كان برضو ربنا بيحط على مدرجتي زي ما بيقولوا يعني اعمال تناسب ازاي. ابتعادي ما كانش بسبب ازاي، كان عندي ظرف اجتماعي. ده يعني حصل في منتصف سنه 13، وكان لازم ابعد خالص واتفرغ لهذا الظرف. وطبعا انتهى ظرف مرضي يعني، انتهى بانتقال الزوج يعني رحمه الله. وقعدت بعدها حوالي 3 سنين يعني مش قادره امشي مع الحياه الجديده. اللواء بدر كان جوه الاسره وتحمل المسؤوليه، ودي الموضوع اثر في حضرتك شويه؟ مش شويه، انه اثر في كتير. بس برضو كنت بتفرج وشاهد واقرا، محبه يعني مش عازفه عن يعني. بس لكن انا عمري ما قلت يعني الفن حرام ولا عيب ولا. انا يوم ما اتحجبت يوم 22 رمضان، كان عندي مسرحيه في المسرح القومي اسمها جاسوس في قصر السلطان، كانت اخراج الاستاذ كرم مطاوع، وهي بس فانتازيا فيها اللبس زي بتاع الف ليله وطرح الاميرات دي والحاجات دي. فحتى الشيخ العالم اللي انا كلمته يعني قال لي، قلت له طب انا بقي لي 8 ايام والمسرح يقفل، استنى عشان العمال والاجور والعيد داخل عارفه والفنانين وكلنا محتاجين الفلوس. فقال لي انت ضامنه عمرك بعد 8 دقائق بعد 8 ساعات، فاتحجبي دلوقتي، وبدل بتقولي ان العمل يعني ممكن يبقى الحجاب موجود تتكلي عليه مفيش اي مشكله. طبعا استاذه مزيحه، خدنا اخر حمامون. استاذه مزيحه، احنا اتكلمنا عن الفنانه مزيحه، دلوقتي عايزين نتكلم عن الزوجه مزيحه اللي اعتنت بزوجها ووقفت جنبه في ظروف مرضه، ويعني وكانت وقفت معاه بطريقه كل انا اسفه قطعك
عشان ما تسمعنيش كلام حلو اكتر من كده، اكتر من كده، لانه انا بتصور ان ده الشيء العادي، انا عملت العادي وما عدا استثناء. يعني هو انا لو عيت هيسيبني؟ لو انا ابني بعد الشر مش هبقى متفرغه له؟ لو انا عيت مش ولادي برضو هيلتفوا حواليا؟ احبابي اصدقائي يعني كلنا في اي وقت، بالذات المصريين فينا حته الجدعنه والاصول والعاطفه، وعندنا الرحم ليه وضعه والزوج ليه وضعه. فانا عملت العادي، انا عملت العادي، وربنا مش بيضيع اجر من احسن عمل. يعني بتتردلي في صحتي، بتتردلي في اولادي، بتتردلي في شخوص ربنا بيبعتهم لي في حياتي يبقوا معايا. الحمد لله. طيب عايزه اسال حضرتك، حضرتك ازاي قدرت توفقي بين بيتك واولادك والشغل؟ هي معادله دمها خفيف، يعني هي ان انا ابقى في شغلي فنانه وزوجه. تمام. يعني مش دخلت استوديو وابتدينا نشتغل يبقى بشيل الفيشه بتاعه البيت، ما ينفعش. واحنا على لما ابتدينا كان في، ما كانش في الموبايل، كان في تليفون واحد في الكنترول، والكنترول كان يبقى في تاني دور. أيوة صح. وعلى سويتش. فكنا صعب بنعاني كل الاتصالات صعبه، عاوز يتكلم في وقت واحد عشان تجيبي خط او حد يطلبك، دي معجزه. فكنت مع المعجزات دي قدرت اتاقلم، يعني ان انا ابقى على اتصال دايما بالبيت. كان الاولاد رجعوا من المدرسه، كانت معايا ست رحمها الله برضو قعدت معايا ربيتي اولادي الاثنين، ولم تتزوج الا بعد يعني برضو ربنا بعتها لي كده ثم توفى. فكان حماتي موجوده برضو، كان في ناس بتساعد، لا ما يعني اخواتي البنات. فكان جزء البيت دافي جدا، وزوج لا يسمح بانصاف حلول يعني خالص يعني. وانا بيتي وشغلي يعني ما فيش تاثير حاجه جت على يعني مش هخرج من الشغل اروح احضر ايه او ازور ايه او حفل، لا ما كانش في حياتي كده. يا دوب اقدر ادي البيت ما اللي المفروض اعمله يعني، والشغل وفي البيت ببقى زوجه فنانه بقى. طبعا مش اجمل من كده طبعا، بنلاقي بقى اللمسات الفنيه والجماليه في البيت، جمال كله طبعا. ايه راي حضرتك في الدراما المصريه دلوقتي؟ هقول لحضرتك حاجه، هي يعني على المطلق العام لو هنتكلم في ناس هيتظلموا معانا، يعني لو اتكلمنا بشكل عام في ناس ممكن يتظلموا معانا. انما لو اتكلمنا يعني ان في اعمال كده وفي اعمال كده، لا طبعا في الدراما بتقدم اعمال ناجحه كتير، اعمال بيحبوها المشاهدين، في عائلات بتقبل عليها. انا فاكره بس مش عايزه اقول اسماء وانسى اسماء، يعني ام العروسه وحاجه عن الجيران اتعملت برضو، سبع جار. ايوه لا دي وغيرها يعني، انا بس دولها بسرعه يعني. انه في مسلسلات ما زالت الاسره بتلتف حواليها وتحب تشاهدها وما تبقاش خجلانه من اي مشاهد فيها. انا اللي بيحز في نفسي ونفس زمايلي سواء فنانين او كتاب او مخرجين او كده، انه احنا يعني حتى لو كان ده الواقع، بس احنا واقعنا ده بنصدره للخارج، وعايزين نقول ان احنا بلد بتتقدم وبتزدهر وبتتجمل، والمراه فيها مش كل النساء والعياذ بالله مستهترات، او مش عايزه اقول الارض يعني، او كل بيت شريط ان يكون في البيت بار يكون، لا ما عندناش في الاسر المصريه مستحيل الواحد بيصعب عليه، ولا في كميه العنف دي ولا الضرب ده. ما انتوا كلكم لا طبعا مش الكلام ده، لا ايوه انتوا مزودينها. في بعض احياء، في بعض عشوائيات، في بعض، لكن ده مش الكل، مش المجتمع المصري. وطالب بقى بان السياحه تزدهر، بان مصر دوله بتنمو، بان مصر عندها مشاريع، عايزين نصور المشاريع دي كلها وننميها ونصور طبعا. اثارنا يعني بنبقى من اكتر البلاد اللي عندها اثار، لو يقول لك تلت اثار العالم عندنا. طيب انا اروح ادور على في حاجات مخالفه في الشوارع، وبنطالب المحليات وبنطالب الساده المحافظين عن القمامه وعن واحنا علينا واجب. انا امبارح وانا ماشيه بالعربيه ما فيش حد مشي من الممر بتاع
المار يعني زي يقولوا يعني بنعبر الشارع من اي مكان احنا عايزينه. ايوه ايوه فعلا. ما بنعبرش من اماكن اللي عبروا بيها للناس المواطن يعني. حلو قوي ان الاشاره مش واقفه الظابط عايزه يعني. لا في حاجات علينا احنا نعملها بقى. احنا اللي هننظف بلدنا واحنا اللي هنبين الجمال اللي فيها بدايه مننا واحنا إحنا. اللي هنخلي ستاتها المراه فوق الكل. المراه المصريه من اروع نساء العالم وبتعمل طبعاً. شغل وبتعمل مجهود. المراه طوالت احنا من زمان من ايام التاريخ من ايام امال عندنا كلنا احنا ايوه الملكات احنا احفاد الملكات كلهم. وفي الرساله المحمديه ما شوفي قد كده كان في محاربه وكان في دكتوره وكان في القاضيه أيوة. وكان في الفدائيه طبعا حتى في الحضاره الاسلاميه طبعاً كان طبعاً. كلهم طبعا قائدات ايوه 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 تلاقي رفايده اول طبيبه في الاسلام اسماء اول فدائيه يعني مش عايزين نقلب محاضره دينيه بس عايزه اقول لك ان المراه وفي عصرنا هذا النهارده المراه ليها دور كبير جدا وده يعني يقول لك المراه نصف المجتمع هي نصف المجتمعين كتعداد هي المجتمع كله لكن هي اللي بتنجب الخال والعم والاخ والزوج ورئيس الجمهوريه هي المجتمع ورئيس يعني بدون يعني مش حد معين قصدي هي المراه اللي العلماء والنواب والرؤساء الناجحين وده كلهم برضه جاؤوا من رحم امراه ايوه دي حقيقه فعلا صح وبعدين انا شايفه المراه المصريه الحمد لله واخده حقها يعني من اول ما تقولي سواء التوك توك اللي بقت بشال في الجزاره في السباكه في النجاره بس مش قوي يعني مش واخده حقها والله في بيسوقوا ميكروباصات دلوقتي ايوه بشوف بقت محافظه بقت محافظه يعني زي بقت محافظه بقت وزيره وزيره طيب عالمه ده في كمان رئيس الدوله كمان جميل عندنا سيده الشاشه العربيه بس لسه ما بقتش قاضيه سيده المسرح العربي لا في يعني ما شاء الله لا قضيه في عندنا سيده تاني جبالي ايوه ايوه صح طبعا وبعدها دلوقتي يعني فتحت لنا السكه ايوه طيب بالنسبه لمسلسلات رمضان بقى كنت حضرتك بتقعدي بقى بتنتظري مثلا مسلسل معين دراما في رمضان شوفي هقول لحضرتك السنه دي تحديدا يمكن ما قدرتش اشاهد قوي لان كان عندي مسرح في رمضان سيزون كان مسرحنا يا دوب بنخلص الفطار ونتيجي نجهز عشان طبعا يعني لو قدرنا نصلي العشاء قبل ما ننزل بيبقى كويس يعني فعشان اتابع مسلسل لا ما مش عايزه اتكلم على حاجه اظلم حاجه لكن انا من النقاد وكده لان كان في مسلسلات جيده معموله السنه دي وليها برضو قاعده جماهيريه كبيره احنا بنتفرج بقى في السيزون اللي بعد رمضان اللي هو بعد رمضان على طب حضرتك بدات تتابعي بقى احنا بدانا هو السيزون بعد رمضان انا بقى انا مش ايه هو يعني انا ست مصريه زيكم كده ما انا رجعت برضو عايزه انضف بيتي واوضبه واصلحه يعني البيت اهم البيت لا كده يعني بياخد وقتي مع عندي ليه اولويه الاولى البيت بس في ربنا يعني وسع لي مكانين كده بروح فيهم الصبح دايما بشتغل فيهم فدول اللي كان لازم اديهم برضو وقتي قبل ما يجي يعني المسجد والجامعه ايه الاختلاف من وجهه نظر حضرتك ما بين المسرح والتلفزيون هو التلفزيون كان الاول في حته مسرحيه بمعنى ايه تمام. ان المسرح احنا بنحفظ النص كله على بعضه وعلى مشاهد بنتلقى منه التعبير او الرياكشن او المفعول رد الفعل مباشره تمام. يا في التسقيف يا في نهايه العمل يطلعوا يهنونا او يستنونا او كده كان بيشترك في الوقت ده مع التلفزيون احنا كنا بنحفظ المسلسل لو كان حلقه كامله لو عملنا ستوب في اخر دقيقه قبل التتر ما ينزل بنعيد من الاول لو سهره ساعتين بنبقى حافظينها ونعمل حركه في استوديو فاضي عشان نوفر الوقت دلوقتي التلفزيون بقى زي السينما كتات بتتعمل بنحفظ مشهد مشهد مش لازم تكوني فبعد عن المسرح المسرح خد من التلفزيون كمان شويه انه بقى الايقاع سريع والاداء حي وماشي مع العصر مع ايقاع العصر ما عادش بقى كل عصر حتى يعني بيراعى هذا في المباني انه تبقى في صوت واصل كويس مش محتاجين ان احنا
نفرد اصواتنا قوي، بقى في عايز التعبير ده يتقال همسا او بطريقه كريشندو، متغزين من تحت كده لفوق. لا، كل التكنولوجيا ساعدت برضو، فبقى في من هنا حبه. أيوة. طب لو سألت حضرتك ايه الاقرب لقلب الفنانة مديحة حمدي، المسرح ولا السينما؟ المسرح عامل زي مية النيل، كأقولك اللي يشرب منه ما يقدرش. يعني ادمان يعني الجمهور كمان. ادمان المسرح، الجمهور كمان. وبعدين انك بتعملي الدور كذا ليلة وممكن كذا شهر وممكن كذا سنة والمسرح، فكل يوم بتحاولي انه مش انك تخرجي على النص، لكن يبقى في تجديد مع الاتفاق مع المخرج مع المؤلف كده، انه في حياه جديده بتولد كل يوم. ما بيبقاش في ملل، ولما بيبقى كواليسه حلوه بيبقى من اروع ما يمكن. كواليس معنى ايه؟ في التنافس الشريف، في موده بين الفنانين وبعض، في ان الكبير بيحتضن الصغير والصغير بيوقر الكبير، ما بيتعداش حدود، بتبقى الكواليس حلوه جدا جدا. السينما انا عملت 10 افلام بس. طب ليه كده العدد قليل على موهبه زي موهبه حضرتك؟ هقولك، انا جيت عملت سهره تلفزيونيه اتصورت في سينما، صورها هنري بركات المخرج الله يرحمه، وكانت بطوله سيده الشاشه العربيه، كنا 4 افراد. ما اريد هذا الرجل، قصه لسيدنا توفيق الحكيم. فطبعا هي كانت بتشترك في الاختيار، فانا اللي بحلم بيها وبقعد اقلبها واحفظ مونولوجاتها بضاعه كروان، ويلموني في العيله اقعد والتقليد كمان وحضرتك صغيره كمان والعيله دي انا اقعد معاها. بس سيده عظيمه وجميله جدا، وقالت لي، كانت قاعده بره فتره بره مصر، قالت لي كده بالنص يعني، والميت له حق الصدق يعني، لو فاتن حمامه موجوده في مصر ما كانتش هتقدر تشتغل سينما دلوقتي. ولو تلاحظوا هي لما رجعت غيرت جلها خالص. دي حقيقه، يعني مش اللي احنا اتربينا عليها او للاجيال، مش فاهم خلال التراث اللي بيوزع. دي حقيقه يعني. دي حقيقه. فالسينما كانت في وقت شويه يعني مش مناسبه لحاجات، لكن كان ليها نجمتها. يعني احنا طلعنا في ما كان في مدام ميرفت ومدام نجلاء وكان ما زالت الاستاذه سعاد حسني وده يعني السيدة نازلة في شفاها الله وكده. فبس انا كمان ما خدتش حظي او ربنا ما قدر ليش. يا كنت اعمل فيلم ينجح جماهيريا لكن فنيا على مستوى النقد لا يعد من الافلام المتوسطه، هو النقد دايما او فيلم قوي جدا زي ذوق السيد البلطي، اخراج توفيق صالح، قصه صالح مرسي، سهير مرشدي، عزة العلايلي، انا نوح، استاذ توفيق الدقن، سمير صبري، كان في ناس عمالقه الفيلم. الفيلم رائع والقصه رائعه، بس يعني كان فلسفه اكبر وفيلم فيه ثقافه اكثر من الجماهيريه العريضه. فلما جيت زي ايام كنت في سنكم كده بقى واتخطبت. ايوه زمان زمان مع اللواء بدر الله يرحمه. فكانوا احنا قاعدين بقى بنخطط للحياه العائليه، ان انا زوجي من جذور ريفيه، قريفي، هو قريفي يعني. أيوة. اولادي كده برضه. كان لازم نعمل خريطه عائليه. طب لو انا خرجت الصبح على اني هروح سينما اخد مشهد او اتنين وانزل على التلفزيون، كنا بيبتدوا الساعه 2 ايامي على التلفزيون، وبعدين اطلع بالليل عندي سوري في المسرح وفي وسطهم لو قدرت اخد مسمع اذاعه. فقال لي طب احنا فين؟ البيت هيتعمل ازاي؟ انا زي اي انسان مصري وانت يعني انثى يعني تحبي غريزه الامومه دي موجوده اكيد، يعني هتربي اولادك ازاي؟ فقلنا انا قلت لا السينما خلاص خلينا مع الدوله بقى، مسرح الدوله، تلفزيون الدوله، اذاعه الدوله. احنا طبعا الوقت مع حضرتك عدى ما حسيناش بيه خالص يعني والله جدا والله العظيم. بنشكر حضرتك جدا وكنت منورانا النهارده في الاستوديو، ويعني حضرتك يعني تلبيه الدعوه احنا بنشكرك عليها جدا جدا. ربنا يخليك. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا الرائعه والمميزه مع الفنانه القديره او الكبيره النجمه الرائعة مديحة حمدي. إلى اللقاء. قالي زي ما انت شايفة يا بنتي. طب أنا جايبتلك خبر يفرح. وفي حاجة تفرح
بعد ايه عطارق؟ حتى لو قلت لك نجحت في الملحق؟ مبروك يا بنتي. مبروك كده حف؟ انتي صاحبة الفضل يا ماما. الفضل لله وحده. فضله كبير يا امي. ابشرك قبلونا في الجامعة وسجلت اعداد الساعات اللي رايح ادرسها. الحمد لله يا ولدي. استني يا امي، انت رايح تحمديه وتحمديه. الارض اللي بقيت لك من بيت سيدي صارت على الشارع العام، والتعويض اسبوعين ثلاثه وينصرف. مبلغ خيالي يا امي. لو خفيت بعقلي وبعت البيت للراجل اللي جاني وانت غايب كانت حصرت اكتر. وهو انت عرضت البيت للبيع؟ انا لا عرضت ولا اعرف. الراجل فضل يلح علي ابيعه وما مشي من قدام الباب الا لما طردته. تلاقيه كان عارف بالهدد وعارف انه راح يفضل من الارض شيء على الشارع، عشان كده كان بلح عليكي. كان غلق الناقص اللي زيه يبغى يسرى ويكبر من ورا الولايه. اللي الله مقدر وكاتبه هو اللي راح يصير. التعويض كبير يا امي، ورايح اقدم طلب قرض باسمك لصندوق التنمية العقاري، واحط دا على دا وابني لكم عمارة كبيرة ان شاء الله، نسكن ونأجر وننسى الايام الصعبة.